السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة ميتا منزلة حاجة جميلة جدا، فيديو كات اوت، يعني بتقدر ترفع اي فيديو وهو يبدأ يحلل الفيديو دوت، يتعرف على شخصية شخصية، يتعرف على اي عنصر موجود، يقدر ان هو يعمل له تتبع، يقدر ان هو يعمل تعديلات عليه. حاجة ولا في الخيال، يعني الناس المحترفة في التعامل مع الفيديو بيعملوا الحاجات دي، بياخد منهم وقت كتير جدا ومرهق جدا، لكن هما ما شاء الله قدروا يعملوا حاجة بالذكاء الاصطناعي توفر عليهم وقت بشكل رهيب. طيب خلينا نقول له try it now، بيقول له accept. على ما يحمل اهو، حمل اهو، ما خدش وقت. ماشي اهو، اي فيديو بقى موجود هو بيبدأ ان هو يدرس العناصر الموجودة. احنا كنا عملنا قبل كده برنامج لما برفع له صورة بيبدأ يحلل العناصر الموجودة في الصورة. الفيديو بيبقى الثانية الواحدة فيها ممكن يعني 27 فريم او 32 فريم حسب طريقة التصوير، ممكن اكتر اقل. فهو بقى في كل فريم فيهم بيبدأ يتبع حركة الكوتش وحركة الكورة وحركة الهدوم والحركات دي كلها، بحيث ان انت تقدر تعدل فيهم زي ما انت عايز. تمام تمام احنا كده علمنا على العنصر دوت. ممكن اعمل له حذف او اعمل له ادي، يبقى عندي له كورتين، اقول له احذفها لي، مش هيحذفها في الجزء ده بس، لا ده يحذفها طول الوقت. تمام، ممكن تعمل تراك للعنصر، يبدا ان هو يراقب، بص العنصر بيتحرك اهو، هو شايفه ومتابعه. فبشكل جميل جدا، يعني انت تختار اي عنصر انت عايزه يبدا ان هو يعمل له متابعة. مثلا اهو، فده طبعا عمل رهيب جدا. دلوقتي مش محتاج ان انت تقعد تدرس شهور في البرامج، لا خلاص الموضوع هيبقى اسهل بكتير. طيب خلينا نختار البنطلون مثلا. تمام، ممكن تضيف عنصر تاني وليكن مثلا هنا الوجه، ونقول له تراك، يبدأ بقى هو يتبع العناصر اللي احنا اخترناها بشكل جميل. يعني الجميل ان تقدر تحمل الموديل عندك على الجهاز وتبدأ ان هو يتعامل معاه. زي ما انت شايف بيتبع عناصر كتيرة جدا، يعني مثلا ممكن في كاميرا مراقبة يبدأ ان هو يتبع العناصر. ممكن تربطه بالكاميرا بتاعت البيت، بحيث لو المحفظة أو المفاتيح ضاعت منك أو أي حاجة يقدر يقولك الحاجة دي موجودة فين. تمام، ممكن نحط كده ونبدأ بقى إيه، نشوف الراجل ده بيلعب إزاي، نتعلم منه. الموضوع ده هو بيتم بدون برمجة وبدون أي حاجة خالص. وممكن تفصل بقى تقول له انا عايز الحاجة دي لوحديها. طيب تعالى نشوف، المفروض بقى ان هديله صوت ويبدأ ان هو يعمل له دبلجة بأصوات مختلفة. Choose a language you will speak in، انا هتكلم ايه؟ ماشي، هو انجليزي وترجم للألماني. تمام، وعايز نفتح الكاميرا بس انا بسجل بيها للاسف. طيب نبدا نسجل. In the name of Allah, free free Palestine. طيب نشوف بقى في كام ثانيه هيترجم لنا الفيديو اللي احنا عملناه. طيب جيرمان، Im Namen Allahs, freie, freie Palästina. Im Namen Allahs, freie, freie Palästina. تمام، وده طبعا الحاجة الأصلية. فبقى عندك فيديو تقدر ان انت تحمله زي ما انت عايز، تقدر ان انت بس. الموضوع جميل جدا، الموضوع فعلا خطير، ان في ثواني يجيب لك الفيديو وتقدر ان انت تشوفه. طيب الانيميت،
دروينج اي رسمه عندك يبدا بقى ان هو يحركها. طبعا اللعبه دي احنا جربناها كتير، بتحمل اي صوره من عندك تمام وتبدا ان انت تحركها، اي صوره يعني ترسم صوره كده بالقلم الرصاص، شخصيه تخيليه يعني تمام. طيب الشخصيه دي هقول له نيكست، بيبدا ان هو يرفع الصوره، يبدا ان هو يدرسها. نيكست بتحط بقى الماسك، يعني ايه العناصر اللي انت عايزها وكده وتظبطها تمام، وتعمل الماسك اللي انت عايزه. يعني هقول له مثلا ان دي الحدود بتاعتي من هنا كده، دي حدود الشخصية اللي انا ايه عايزة تتحرك. اتأكد بقى ايه ان الشخصية معمولة صح، وقول له نيكست. اه كده بقى، لما احرك الراس هيحرك كذا، لما احرك الايد هيحرك كذا، الرجل وهكذا. مثلا اقول له عايز الحركة ديت. على فكرة البرنامج ده شفته بالظبط كان موجود في جوجل ماشي اهو، انا بدي له حركة مثلا جامبنج، يبدأ يدرسها ويخلي الشكل اللي انا رسمته يتحرك بنفس الحركة ديت. فدي ممتازة. طيب تعالى بقى نشوف الاوديو بوكس، طريقة للتحرير سهلة جدا. يعني انت بتسجل فيديو، ايفان بتتكلم مع فاطمة، فاطيمة تقدر دي تقول ودي تقول، وتقدر ان انت تعدل. طب انا عايز اضيف انا كلام ليا، فاختار بقى الفويس اللي انا عايزه واكتب الكلام اللي انا عايزه. اخس ايه بس، هاو ار يو جنريت. ممكن اقول له ايه، طب اكتب لي انت بقى هابي هوليداي فور ايفري وان ان شاء الله تمام. هيبدا يعمل لي الصوت اهوت، هابي هوليدايز تو ايفري وان. طيب هبدا اضيفها للقصه تمام، واقدر ان انا احركها، اقدر ان انا اجيبها كده وهكذا. ففي الاخر اعمل داونلود في 20 شخص بيتكلموا في نفس الوقت. بلاي، Happy holidays to everyone. So much traffic. We'll never get to the beach. No, we're almost there. Wow. I can hear the ocean. I can't believe. في مؤثرات كتيرة، يعني شغل احترافي تقدر تتحمل زي ما انت عايز. ممكن في ساوند افكت انت عايزه معين تقدر تقول له عن ايه فيبدا يعمل لك الحاجة اللي انت عايزها، مثلا ناتشرال تمام ساوند، يبقى بقى يعمل لك الصوت تقدر تضيفه. عايز صوت مثلا صوت تهدئة اعصاب، اكتب له صوت اللي انت عايزه وهو ينشئه لك خاص بيك انت. فموضوع رهيب 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 الصراحة. تقدر بقى تحمل ويبقى عندك فيديو ناتشورال ترافيك ويفز. طيب فحاجات قوية جدا، يعني في ثورة في الذكاء الاصطناعي بتحصل يوميا.